طبعا ندخل في صلب الموضوع، تحكي على البرانديت وتحكي على الفان كليف والشانيل والتشيخ وغوتشي، وانا من الصغرى شو مدخل هذا في هذا؟ الناس تحكي على تاريخها، على ابوها، على امها، على عائلتها، على جدودها، على بالحق اش معناتها كي واحد يحكي على روحه، يحكي على عائلته، على اصله، على تاريخه؟ الفلوس مش كل شيء بالنسبه ليا. اوكي الفلوس وسيله اني باش نعمل بهم كل شيء، الحمد لله انا بنت خير وشبعانه وحليت عيني نلقى روحي في العز من جد 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 جدودي، واللي باش نحكيه يعرفوه نساء الكبار، الرجال الكبار متاع تونس، كي تسألوا على عزيزي بوبابا.